بسم الله الرحمن الرحيم. حتى لو كنا مش موجودين في مصر، لسه ما زلنا موجودين في غانا، في العاصمة الغانية أكرا. بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. النهاردة عندنا مباراة بعد ساعتين من دلوقتي، مباراة مصرية. خلاص ماتشات النهاردة بقت لا تقبل القسمة على اثنين، لابد أن يكون هناك فائزا ليذهب إلى الدور التالي وهو دور الثمانية. مصر الكونغو الديمقراطية، عندنا ثقة في رجالتنا، وعايز أقول لهم كلمة دلوقتي وأقول للدنيا كلها، هذه المباراة كل الدنيا بتتابع هذه الماتشات، وبالتالي كل الرجالة اللي موجودين النهاردة 11 واحد بيلعبوا باسم مصر، عليكم مسؤولية كبيرة قوي. انزل، قدامك طريق واحد هو طريق النصر بإذن الله تعالى. فيتوريا امبارح عجبني كلامه، تابعه امبارح في المؤتمر الصحفي المدير الفني للمنتخب، قال ان احنا طبعا فريق الكونغو الديمقراطية فريق مش سهل، وما فيش حد وصل دور 16 سهل، كلها منتخبات كويسة. طبعا تتفاوت ما بين منتخب اول ومنتخب تاني، ولكن على الاقل وصل دور 16، وبالتالي تعمل حسابك على اي كل منتخب. النهاردة احنا بنقابل الكونغو الديمقراطية، ان شاء الله هنعدي من هذه المباراة. فيتوريا كان حريص جدا انه يتكلم ويحترم هذا المنتخب، ولازم نحترم كل المنتخبات، ومنتخبنا كده يبقى نازل بيحترم المنتخب ولكن يلعب اداؤه. حضرتك انزل انت تفوز. شفت امبارح مباراة نيجيريا والكاميرون، مباراة ناميبيا وانجولا، انجولا صعدت ونيجيريا صعد، انجولا فازت 3-0 ونيجيريا فازت 2-0 على الكاميرون. حضرتك تشوف الماتش من اوله هتعرف تقول المنتخب اللي هيفوز ليه. الكورة، سيطرة، استحواذ، كل فرصة بيجيله بيسجل. يعني فرص اللي جات لنيجيريا سجل، الفرصتين اللي جوله ما قدام منتخب قوي كان مرشح منتخب الكاميرون، ولكن عنده مشكلة في الدفاع منتخب الكاميرون زي ما احنا تابعنا. ناميبيا منتخب وصل لدور 16 وكان طموحهم كبير، ولكن انجولا انتهزت فرص وسجلوا 3 أهداف احلى من بعض اللي سجلوهم انجولا في مباراة الامس. وبالتالي انجولا هتقابل نيجيريا في دور الثمانية، فعرفنا اول منتخبين هيقابلوا بعض في دور الثمانية. ان شاء الله نكون احنا باذن الله الطرف كمان الاول في دور الثمانية ان شاء الله في مباراة النهاردة اللي هتكون بعد قليل. مصر كلها تتابع هذه المباراة، ملايين المصريين يتابعوا سواء البيوت، في المقاهي، في الفنادق، في كل المطاعم، في كل حتة. النهاردة مفيش الا هذه المباراة، الجميع النهاردة يتابع، الجميع النهاردة كله ورا المنتخب، الجميع مع المنتخب، ونتمنى لهم دائما بإذن الله الانتصار. الانتصار النهاردة مهم جدا، لأنه لا قدر الله لو حصل أي شيء هيرجعوا. طب احنا عايزين نكمل، طب احنا رايحين، احنا بنقول احنا الأبطال، بنتكلم على احنا 7 بطولات، 8 قريبة جدا، انا بقول لكم قريبة جدا. منتخبات، يمكن هو منتخب السنغال هو أقوى منتخب موجود حتى الآن، الوحيد اللي حصل على العلامة الكاملة اللي فاز في 3 ماتشات بتوعه منتخب السنغال. باقي المنتخبات تقدر تتكلم على ده أو ده، ولكن واضح طبعا هو الفريق الأقوى منتخب السنغال اللي أدى أداء كبير جدا حتى الآن. اللي رايح، وأنا بقول لحضراتكم هو منتخبنا منتخب عنده إمكانيات كبيرة جدا، كل اللعيبة اللي موجودة فيه يقدروا يوصلونا إن شاء الله لدور الثمانية، ووصلونا قبل النهائي، ووصلونا للنهائي إن شاء الله، ويرجعوا لنا بهذه البطولة. بكلم حضراتكم من غانا، جنبنا كوت ديفوار، درجة الحرارة احنا بنتكلم دلوقتي بنسجل عشان الشغل ده يبقى موجود في التوقيت بتاعنا، درجة الحرارة دلوقتي احنا بنتكلم الفجر هنا، درجة الحرارة دلوقتي حاجة و30 يمكن، ولا الدنيا حر طبعا والرطوبة. وانا قلت لحضراتكم على الحكاية دي، وعشان كده بنقول لاعبتنا خلاص تأقلموا على كوت ديفوار، تأقلموا على جو كوت ديفوار، فما بقاش عندهم أي مشكلة. كانوا بيلعبوا ماتشات، يمكن ماتش لعبوه بالنهار والماتشات بالليل، النهاردة مباراة الساعة 10، وبالتالي هو فارق هنا غانا فارق 2 ساعة عن مصر، وبالتالي ربما يكون نفس التوقيت، معرفش كوت ديفوار، أعتقد نفس التوقيت كوت ديفوار ما بيننا وبينهم،
ولكن احنا مباراة هتتلعب الساعة 10 بتوقيت القاهرة. مصر منتظرة النهاردة فرحة كبيرة قوي، منتظرة لعب منتخبنا يلعب الأداء بتاعه. الناس النهاردة كلها عندها هذه الأمال والطموحات. ما عندكوش النهاردة إلا زي ما بقول كده، كل واحد فيكم عندنا حارس مرمى، عندنا متميز جدا، عندنا كل اللعيبة اللي هيختارهم فيتوريا متميزين جدا. طبعا بنخسر الشناوي، بنخسر محمد صلاح، بنخسر إمام عاشور، ولكن البركة في اللي موجود. خلاص، هي دي كرة القدم، البركة في حضراتكم، البركة في ال11 اللي موجودين.